واخيرا جبت لكم طريقه الاسباجيتي اللي وعدتكم فيها. طبعا الاسباجيتي او الباستا او المعكرونه هنن مطبخ كامل، في لهم الاف الوصفات الاف الطرق، بس هاي الطريقه اخذتها من الشيف اللي بيشتغل معاه، هو اختصاص مطبخ ايطالي فرنسي وبيعمل كتير كتير انواع اكثر ما تتخيلوا، بس هاي الطريقه انا كتير حبيتها فحبيت شارككم فيها. تابعوا الفيديو حتى تشوفوا طريقتها كيف، لانكم انا متاكده انكم انتم حد قدمنوا عليا. أول خطوة هي على طنجرة على النار بضيف فيها مي وشوية زيت زيتون وملح مثل ما شفتوا حتى أسلق فيها المعكرونة أو الباستا أو السباجيتي. بتقدروا تستخدموا أي نوع بتكون ياما، في نوع محدد، أنا استخدمت السباجيتي لأنه ما كان متوفر إلا عند السباجيتي، بس بتقدروا تستخدموا أي نوع بتكون ياما. هلا انا حابه بس فرجيكم طريقه المشروم. المشروم ما بيتغسل نهائيا مثل ما شفتوا، بتمسحوه بالمحرمه مثل ما انا مسحته او بتقشروه بهاي الطريقه. انا بفضل اني اقشروه لانه قد ما مسحناه الا ما يكون في ضالل فيه شويه شغلات، فبحاول اني امسحه من جوا، بس بحاول اني اقشر الـ يعني الورق تبعيته البرانيه كلها. هلا بالنسبه للصوص اللي هذا شايفينه، انا بجيبه من كوسكو، هو عباره بس عن بندوره مطحونه مع بصل وتوم وأوريغانو وريحان، بس هاي هي. بتقدروا تعملوه انتو بالبيت او تختصروا حالكم وتجيبوه. اذا حابين تعملوه بالبيت انا حاكتب لكم بصندوق الوصف المكونات تبعيته كيف بينعمل. انا ضفت الاسباجيتي مثل ما شايفين، طبعا ما كسرتها يعني لانه حتى يكون منظره احلى. مثل ما قلت لكم بتقدروا تستخدموا اي نوع بدكم اياه، هاي الوصفه ما لها نوع محدد بالاستخدام، سواء باستا صغيره سواء سباجيتي اي نوع بدكم اياه. طبعا السباجيتي هون بخليها تغلي 12 دقيقة بس، وما بخليها أكتر من هيك لأن إذا خليتها أكتر من هيك يعني طعمها ما حيكون طيب، ف 12 دقيقة هي كافية لها من بعد ما تغلي المي ونضيف السباجيتي 12 دقيقة على الضبط وبس. بطنجرة تانية على النار ضفت هون تقريبا بحدود 100 جرام من الزبدة وتقريبا 4 ملاعق من زيت الزيتون حتى ما تحترق الزبدة. أنا اليوم حأعملها بالشرمب، أنتم بتقدروا تعملوها بالتشيكن أو الشرمب، ما بتنعمل باللحمة هاي الوصفة نهائيا، شرمب أو صدور دجاج حصران، ما أي نوع تشيكن، الصدورة فقط. أنا هون عندي كمية، بتقدروا تضيفوا الكمية اللي أنتم بتكون إياها، يعني ما في كمية محددة. هقليهم شوي بالزبدة والزيت وحضف لهم ملعقة كبيرة من بودرة البصل، بودرة الثوم والأوريغانو، وملعقة صغيرة من البابريكا والفلفل الأسود والملح طبعا حسب الرغبة. هحركهم كل المكونات مع بعض حتى أتأكد إنه الشريمب عندي بلش يستوي، هضيف عليه باقي المكونات. 300 جرام من السباجيتي او الباستا بنحتاج حبة فلفل اخضر كبير تكون مقطعة شرايح بهاي الطريقة، وعندي 250 جرام من المشروم مقطع كمان شرايح، وعندي تقريبا نصف كوب من الزيتون الاسود المنزوع النوى، وعندي تقريبا حبة بروكولي كبيرة مقطعتها هيك، مقطع الروس تبعيتها يعني ناعمة، بس اخد الروس ما باخد الضلع لانه كتير قاسي، بس بكتفي بالروس. اول شي ضفت الفليفلة، بعدين حضيف المشروم، طبعا بتضيفوهم بالتدريج يعني وبتصيروا تحركوا مع كل اضافة حتى انهم يعني ياخدوا النكهات كلها مع بعضها. بخصوص صلصة الطماطم اللي انا ضفتها جاهزة، بتقدروا انتو تعملوها بالبيت، هي انكم تجيبوا بلندر تحطوا فيه فص ثوم، نصف حبة بصل، 4 حبات من البندورة اللي يكونوا مقاس وسط ويكونوا مستويين ومقشرين، وبتضيفوا لهم نصف ملعقة من بودرة البصل وبودرة الثوم والأوريغانو والريحان، وبتضربوهم على البلندر وبصير عندكم الصلصة جاهزة ما بدها شيء، بس انا لا متوفرة عندي جاهزة فاستخدمتها. ضفت هون الزيتون المنزوع النوى والبروكولي، اضافتها اختياريه للبروكولي بس هي بتعطي طعم كتير طيبه. رح حرك المكونات كلها مع بعضها مثل ما شايفين، وركز الملح اهم شيء، واتاكد انه كل المكونات عندي اخذت من طعمات بعضها، وبتركها هيك شوي بس تقريبا شيء 3-4 دقائق بس هيك ياخذوا من بعضهم النكهات، وبعدها حضف لها صلصه الطماطم اللي هي هلا ذكرت لكم اياها انا كيف بتساوى، كتير سهله ما بدها اي شيء، او ممكن تستخدموها، انا هذا البراند بجيبه من كوسكو، كتير كتير طيب، بينفع للبيتزا وبينفع لاي نوع
يعني معكرونة أو باستا أو سباكيتي بتكون تعملوها. هحرك المكونات كلها مع بعضها، وهلأ نضيف الكريمة. الكريمة لازم تضيفوها هي يعني هي 35%، ما لازم تضيفوا أقل، لأن إحنا عنا بكندا ما عنا كريمة طبخ لحال وكريمة حلويات لحال، هي نفسها بتجي. أنا هون تقريبا ضفت بحدود النصف لتر من الكريمة، تقريبا بيطلع بحدود الكوبين كريمة لهاي الكمية ذكرت لكم إياها. رح حركهم كتير منيح، ورح أضيف لهم هون كوب من جبنة الموزاريلا. طبعا لازم هاي الإضافة يعني مانا هي اختيارية، هي إضافة إجبارية لازم تضيفوها، كتير بتعطي نكهة للصلصة فظيعة وبتقلها، يعني انتو ما حتحسوا بنكهة جبنة وانتو عم تاكلوها، بس هي حتسمك الصوص وحتعطي نكهة هيك معززة يعني، فكتير هاي الإضافة ضرورية. هلأ حنوس النار لأنه أنا بدي إياهم يتسبكوا هيك مع بعضهم، تقريبا 10 دقايق تركتهم. هلأ أنا هون غسلت السباكيتي اللي عندي وصفيتها من المي كتير منيح، هلأ بضيفها على الطنجرة وبحركهم شوي مع بعض مثل ما شايفين هيك حتى يتجانسوا شوي مع بعضهم، وبرجع بغطيهم كمان على نار هادي، ما بعلي النار مشان ما تحترق عنا الكريمة، على نار هادي بتركهم وبخليهم تقريبا بحدود 20 دقيقة حتى تتسبك عندي الصلصة بهاي الطريقة اللي انتو شايفينها. كتير سهل، كتير بسيطة، بتمنى انكم تجربوها وتبعتوا لي تجاربكم، لانه والله الطعمه طبيعتها فظيعه. يعني انا صار لي تقريبا هلا اخذتها من عنده للوصفه بحدود الشهر، بس اقسم بالله ما اعتمدتها حتى من لذاذتها. اولادي كمان حبوها لانهم بالعاده هني ما بياكلوا اي شيء، فكتير حبوها، كتير طعمه طيب. بتمنى تجربوها على طريقتي وعلى طريقه الشيف اللي بشتغل معه، وتخبروني بتجاربكم، ترسلولي تجاربكم حتى اشوفها. وصحة والفناء لكم، شكرا لكم، شكرا لحسن المتابعة، وشكرا لدعواتكم اللي بتوصلني دائما. بتمنى اي حدا بيستفيد من اي فيديو انا بنشره لا ينسانا من دعاء، وشكرا لكم. طبعا دعواتكم اهم من كل شيء، بس بتمنى انكم تدعموني على صفحتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستغرام وعلى التوك توك، والاربع هن باسم انستانت بوت باي نورا، وشكرا لكم. اللي بيعرف مطعم كذا باستا الايطالي بيعرف عن شو عم بحكي، هو مشهور جدا باوروبا وبايطاليا وبدول الخليج، طعم الباستا عنده جدا مختلف، بجنن طعم الباستا عنده، وهاي هي الطريقه الاصليه لإله، بيستخدم نفس التقنيه ونفس المواد ونفس الطريقه بالضبط، فاعملوه على طريقته وباذن الله حتنجح معاكم وحتاكلوا اطيب باستا. هو بيستخدم الباستا بدل السباكيتي، فمشان هيك انا من الاول قلت لكم تقدروا تستخدموا اي نوع معكرونه بدكم اياه. صحه وهناء لكم.